أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم وسلسلة تغطياتنا الخاصة لمجريات الأحداث الجارية في بغداد عقب مقتل عدد من أنصار التيار الصدري وإصابة آخرين برصاص ميليشيات الحشد، وفقا لتأكيد وكالة رويترز. فيما اعتبرت الأمم المتحدة ما يحدث في العراق منزلقا خطيرا، وإن مفهوم الدولة ذاته بات على المحك. والتي سيكون فيها معنا في بدايتها الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، وأهلا ومرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. وأيضا سينضم إلينا من عمان الدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي عبر الهاتف. وقبل البدء بمحاور النقاش لنتابع معا آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والميداني. استبعد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري حدوث فوضى كبيرة جراء ما تشهد بغداد، متوقعا إعادة إنتاج مشهد جديد دون تغيير. وقال الضاري في تصريح لوكالة الأناضول إن ما يجري في بغداد ليس مفاجئا، وسبق أن تحدثنا أن الأزمة ستنتهي إلى لا شيء، حيث اعتدنا في العراق على هذه التوترات والاضطرابات والتي تنتهي إلى تسويات قائمة على أساس التوافق في النظام السياسي المرعي دوليا وأقليميا. وأردف مسؤول القسم السياسي في الهيئة إنه بالنسبة لتحركات مقتدى الصدر فقد ذكرنا قبل مدة أنه متوقع إلى حد كبير أن ينسحب من المشهد السياسي بطريقة أو بأخرى، وأن لا يمضي بعيدا في تنفيذ مطالبه، وهذا ما حصل ليوم الاثنين وتكرر في الأعوام الماضية. ورجح أن أتباع التيار الصدري سيأخذون وقتهم في القصر ومجلس النواب والمؤسسات الأخرى التي اقتحموها، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها وتمضي العملية السياسية بكل سلبياتها ومآسيها، مشيرا إلى أن الأمور ستحسم لصالح الإطار التنسيقي ومن معه بعد تدخل إيران في ذلك، متوقعا عدم حدوث فوضى كبيرة فالأمور مسيطر عليها، وما سيظهر خلال الأيام القادمة أو سيظهر خلال الأيام القادمة هو إعادة إنتاج مشهد جديد دون تغيير. ارتفعت حصيلة القتلى بصفوف أنصار التيار الصدري إلى 5 فضلة عن جرح عشرات آخرون برصاص أطلقه مسلحو ميليشيات الحشد عليهم في المنطقة الخضراء. وكانت مصادر أمنية أكدت إطلاق نار كثيف من جانب ميليشيات الحشد تجاه أنصار الصدر بهدف إبعادهم عن مقرات الحشد داخل المنطقة الخضراء. أمن الحشد، ها إطلاق نار من قبل أمن الحشد، ها حتى هنا ضربت ذنب بعد شلون وضعنا. وفي تصعيد جديد أحرقت ميليشيات قيل إنها تابعة للإطار التنسيقي خيام الاعتصام التابعة لأنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء. الله أكبر، حرقوا الخيام، الله أكبر، الله أكبر. وللحديث عن التطورات في بغداد وتداعيات اعتزال الصدر العمل السياسي معنا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي عبر سكايب. أهلا بك مرة أخرى دكتور حامد. شكرا جزيلا عزيزي، تحياتي لكم وجمهوركم المشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. حياك الله. وأرحب أيضا بالدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي من عمان عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور هلال. اهلا وسهلا، حياكم الله وحيا قناه الرافدين وحيا الدكتور حامد الصراف وحيا شعب العراق، نسال الله له الامن والامان. حياك الله دكتور. ابدا معك دكتور حامد، انباء عن قيام الطيران الامريكي باخلاء موظفي السفاره الامريكيه في المنطقه الخضراء، اذا ما كان هذا صحيحا ما مدى خطوره ما يجري في بغداد ما بعد سقوط قتلى وجرحى من انصار التيار الصدري؟
الحقيقة الوضع متأزم وليس يعني وليد اليوم والأمس، ونعرف أنه العملية السياسية برمتها مرت ب يعني مد وجزر وتصعيد وقتل، وطبعا يعني أشكال مختلفة من الصراعات بين مسلحة وبين ميليشيات وبين إرهاب وبين كتل سياسية الحقيقة لا تريد خيرا للعراق ولا لشعب العراق. لذلك الصراع هذا المحتدم الآن، كنا نتوقع حتى قبل الانتخابات المبكرة الأخيرة اللي أجريت في تشرين أول من السنة الماضية أنه انتخابات فاشلة ليست إضافة بأي شكل من الأشكال للخروج من مأزق النظام. هذا النظام مأزوم كان يفترض أنه قبل هذه الفترة الحقيقة يطاح به، لأنه الشعب العراقي امتلك في ثورة تشرين المباركة في 2019 زمام الأمور وأسقط حكومة عادل عبد المهدي، لكنه للأسف الشديد القوى الإقليمية والدولية وبالتحديد أمريكا وهي اللي الآن تلعب الدور الأساس في كل ما يجري في العراق مع إيران بالتوافق على أنه الأمور تبقى على حالها إلى حد ما تحت السيطرة مثل ما تفضل تقريركم، لكن الشعب العراقي يريد شيء آخر، لأنه الشعب يعني قد قرف من هذه الطغمة الفاسدة، قد مل، قد رفض، عزف على الانتخابات ورفض النظام السياسي برمته. لذلك أكثر من 85% من الشعب العراقي لم يخرج لا لتأييد ولا للانتخاب لأي طرف من الأطراف اللي المتصارعة الآن. أنا أعتقد الآن الأمور في طريقها إلى التغيير، لأنه أيضا ثورة تشرين جذوتها ما زالها منتقدة في نفوس العراقيين، واحتمالات الدخول الآن في الساحة من قبل شباب ثورة تشرين وارد جدا. يعني الإشارات واضحة الآن، بيانات والتنسيقيات الآن تجتمع، لأنه هذه قضية شعب ليست قضية فقط تيار صدري. نعم نعم. في خبر عاجل دكتور ورد إلينا الآن، ارتفاع عدد قتلى أتباع التيار الصدري من برصاص ميليشيات الحشد إلى 8 قتلى وعشرات الجرحى. أنتقل بالسؤال إليك دكتور هلال، هل تتوقع أن تقف ميليشيا السرايا مكتوفة الأيدي في ظل استخدام الذخيرة الحية والعنف ضد أنصار التيار الصدري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم فرحان ولشعب العراق الكريم، ونسأل الله الأمن والأمان لكل شعبنا في العراق، وأن يضرب الظالمين بالظالمين ويخرج جنان بين أيديهم سالمين، إنه سميع مجيب الدعوات. حقيقة الأمر في هذا الأمر متوقع، وقلناه أن الأطراف التي تتصارع على المصالح في العراق سوف توصل الشعب العراقي إلى الصدام المسلح، وهذا هو ما صرحوا به علانية في التسريبات التي صدرت عن المالكي وردود الأفعال. بالتأكيد العنف يقابله عنف، نحن قلنا منذ بداية الأزمة في العراق ليس جديدا أنه كل هذه المسميات شكلت لها ميليشيات مسلحة، وهذه الميليشيات المسلحة أخذت عدة أطوار لكي تسمى باسم وزارة الداخلية وزارة الدفاع، والإضافة إلى القوى التي دمجت في الجيش وغيرها لكي تكون العملية السياسية محمية من قبل القوى الدولية التي أرادت للعراق ما تفضل دكتور حامد مشكورا أن يكون بهذا الوضع، وحمت الأطراف السياسية العاملة في العراق ودعمت الميليشيات، ميليشيات الحشد التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت يافطة محاربة الإرهاب. نعم. والإرهاب المقدس الذي ينال الشعب العراقي هذا إرهاب، هذا يجب السكوت عنه. وبالتالي ما حدث، ما يحصل الآن من قتل لأنصار التيار الصدري، نعم، أيضا سيقابل بعنف مضاد، وهذا الكلام تكلمنا عنه منذ البداية بأنه هذا هو إدارة الصراع وتكون بهذا الاتجاه. دكتور حامد، ماذا تعني استقالة الحائري وربطها المرجعية مباشرة بإيران؟ الصدر أكد أنها جرت وفق ضغوط، ما هي هذه الضغوط أيضا؟ الحقيقة يعني استقالة الحائري أو تقاعده مثل ما هو يعني أو عزو، هذه مسألة غريبة، لأنه لا يوجد يعني مرجع أو حتى على الصعيد الأكاديمي أو الشرعي أو من الشخصيات العاملة في أي مجال أن تتقاعد في
بهذا الشكل يعني، وخصوصا تحت ضغوط لأنه مقيم في قم وتحت رقابة جبرية مثل ما معروف. فإيران تمارس الضغط بسحب المرجعية الشيعية من النجف اللي عمرها أكثر من 1000 سنة، في حين أنه المرجعية اللي أسست في النجف هي تعود إلى نشاط الخمنائي والخميني، والخميني أصلا خريج الحوزة العلمية في النجف الأشرف. لذلك المسألة واضحة أنه هذه آخر أوراق اللعب اللي تلعبها حقيقة يعني النظام الملالي في إيران بالضغط على العراق في سحب كل إمكانية لاستقلالية القرار السياسي العراقي. طبعا القضية ليست قضية شرعية دينية فقهية فقط، وإنما قضية سياسية في جوهرها، هي أنه لما تخضع يعني الإرادة الشيعة إلى الخامنائي إلى الولي الفقيه، معناه أنه العراق الحقيقة فقد كل أشكال السيادة والاستقلالية، إذا كان من الناحية الشرعية وإذا كان من الناحية السياسية والدينية وحتى الجيوسياسية العراقية. يعني هذا الحقيقة يشكل خطر كبير جدا، لسنا إحنا الآن بصدد الفقه والتشريع، لكنه بصدد استقلالية العراق ككيان يعني عمره آلاف السنين. لذلك هذه الخطورة الكامنة في أنه هذه مجازفة، مخاطرة كبيرة. لذلك عروبة العراق في هذه الحالة أيضا مهددة، هذه قضية جوهرية ليست قضية إسلامية فقهية مذهبية فقط، وإنما هوية العراق الوطنية القومية العربية هذه أيضا خاضعة الآن للحقيقة لتفسير كثير. ولذلك ردة الفعل الشعب العراقي، وأنا قلت في يعني قبل قليل أنه ردة الفعل الشعب العراقي ستكون ليس من منطلق ديني فقهي فحسب، وإنما تكون من منطلق وطني عراقي عروبي، لأنه القضية تمس في جوهرها الهوية العراقية اللي اعتدنا أنه احنا نشوف بالفعل هذه الشباب لا تسكت على فقط أن الوطن يكون مسلوب بالإرادة بمشيئة الإيرانيين والأميركان. دكتور هلال، مع إحراق صور سليماني والمهندس، هل يمكن القول أن هناك معركة بين إيران ومقتدى الصدر؟ هو حقيقة ليست معركة بمعنى المعركة، وإنما هي تقاسم النفوذ، وإيران تبحث عن مصلحتها، ليس إذا لم يكن بالصدر بغيره وإذا مالك بغيره، لأنه إيران تعتبر العراق الأرض التي تقاتل كل الأطراف الدولية الأخرى على أرض العراق، لا تريد نقل المعركة إلى داخل إيران. هذا جانب. الجانب الثاني، كل الأطراف التي ارتمت بحضان إيران وأولهم التيار الصدري منذ البداية هم أطراف إيرانية فيها الحكم، وأسسوا ما يسمى البيت الشيعي، ومن ثم شاركوا في العملية السياسية وأعطوا لهذه العملية السياسية كل ما تستحق من الدعم والتأييد، ولا ننسى المظاهرات المليونية لتأييد فلان وفلان وفلان من التيار الصدري. إذن هم شركاء أساسيون في الفساد الذي يحصل في العراق الآن، وإيران مصلحتها فوق الكل. إيران بالمناسبة لا تحكم الوضع بالعراق بالمذهبية، ولكن تحكمه بالمذهبية عندما تحكم مصلحتها ذلك، وعندما تكون المصلحة الإيرانية فوق كل شيء لا يهمهم لا شيعة ولا يهمهم المذهب، ولا هم يريدون من خلال كل تحركاتهم هو ربط كل أذنابهم وأطرافهم وذيولهم بإيران بإطار حقيقة هو الإطار المذهبي. والآن الصدر هو أكبر الخاسرين إذا صح التعبير في هذه اللعبة، لأنه واضح جدا أنه إيران تريد الميليشيات التي أسستها كصورة عن الحرس الثوري الإيراني التي تتغول على العراق، تغولت على العراق الآن المتظاهرين من التيار الصدري بغض النظر عن ماهيتهم ودفاعهم، هم لم يحملوا سلاحا، ولكن الحشد الشعبي التابع الى فلان وفلان وفلان تابع الى وهو باطاره الرسمي تابع الى مجلس الوزراء الى الكاظمي، فالكاظمي يتحمل المسؤوليه القانونيه عن كل القتلى الذين سقطوا من التيار الصدري. اذا هل التنسيق ما بين ايران وما بين الاطار هو حقيقه واضح جدا، ايران تريد الميليشيات التابعة لها، والحشد الشعبي أسس لهذا الغرض، لم يؤسس لحماية العراق، وإنما أسس لتنفيذ مشروع إيراني واضح وبمباركة أمريكية. ونعيدكم إلى تصريحات المسؤولين الأمريكان قبل 6 أشهر بأنهم يريدون أن يوقفوا الدعم المالي إلى ميليشيا الحشد
الذي عندما ضربت السفارة الأمريكية. إذا هناك توافق دولي على وجود النفوذ الإيراني. نعم. والتدخل الأمريكي الآن وإعطاء الضوء الأخضر لهذا الطرف أو ذاك أو السكوت عن كل الفساد الذي طال العراق وكل القتل والتدمير الذي طال للشعب العراقي هو مباركة لوجود هؤلاء. وأعتقد أنه المرحلة القادمة يراد منها أن يتحرك الشعب العراقي كقوة وطنية خالصة بعيدة عن كل هذه الأضباط وعن القوى الوطنية العراقية أن تكون واعية لخطورة مستقبل العراق بالأيام القادمة. نعم. مشاهدينا، في خبر ورد إلينا الآن تجدد إطلاق النار في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. وأنتقل بالسؤال إلى الدكتور حامد. دكتور، هل تتوقع أن يلتزم أنصار التيار الصدري بالحظر المفروض من قبل القوات الأمنية اليوم في العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات؟ وماذا يعني انسحابهم من القصر الجمهوري والبرلمان؟ الحقيقة التوقعات مفتوحة، يعني كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها مثل ما يقال. القادم من الساعات، يعني هذه الليلة لن تمر بخير على لا على بغداد ولا على المحافظات. أنا أعتقد هناك تحشيد سوف يبدأ من الآن، سوف تكون مجابهات واضحة بين القتلة وبين يعني زملاء أو رفاق الشهداء والضحايا اللي موجودين. أنا أعتقد الرقم أكبر من هذا، يعني سوف يزداد عدد الضحايا إلى رقم. هذا ما أعلن إطار التنسيق اليوم بإعلانها أنه جهز يعني تعبوياته الكاملة العسكرية لمجابهة أنصار التيار الصدري والتيار الصدري. يعني هل أنتم متوقعون أن يكون هنالك اقتتال داخلي في العراق؟ هذا هو اللي الحقيقة متوقع منذ فترة ليست قصيرة. القضية الاقتتال الشيعي مبرمجة، يعني عملية ليست بعيدة عن أيضا رغبة الأطراف الإقليمية والدولية، لأنه هو شكل من أشكال الصراع اللي الحقيقة تريده أمريكا وتريده إيران، لأنه هناك متنفس حقيقي لهذا الصراع، ورقة تلعب بها أمريكا وتلعب بها إيران على هامش الملف النووي. كل يراهن على تحقيق نقاط في جولات مختلفة. الجولة هذه الحقيقة مثل ما توقعنا، يعني على شكل يعني الحرب في أوكرانيا، أن هناك صراع بين الناتو وأمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى. التنفيس الآن اللي ممكن أن يحدث الحقيقة مع أزمة النظام المستفحلة في العراق، هي أنه يحدث هذا الاقتتال لإطالة أمد الأزمة ولتفويت الفرصة على الشعب العراقي، كما يعتقدون واهمين أنه هذه المدة إطالتها تنفع من أنه الشعب العراقي لا يستطيع تقرير مصيره بنفسه. وهذا وهم، لأنه أنا أعتقد الشعب العراقي الآن جاهز لأن ينقض على كل هذه الأطراف السياسية التي جرت البلد على مدى 20 عام إلى مهالك وإلى ويلات وإلى كوارث حقيقية نتيجة ارتهانهم للأجندات الخارجية الإقليمية والدولية. أنا أعتقد هذه المعادلة سوف تتغير، ونجد خلال الساعات القادمة اقتتال وتصفية حسابات بين الطرفين، لكنه الشعب العراقي لن يبقى متفرجا على التل. أنا أعتقد سوف يقول كلمته في نهاية المطاف، وسوف يعني ينتصر إرادة الشعب العراقي، وهي إرادة الشعوب في النهاية هي منتصرة في حقيقة الأمر. نعم. نعم. دكتور هلال، أنتم يعني كمحللين ومراقبين للوضع السياسي في العراق، كيف تنظرون للأزمة الحاصلة اليوم؟ وهل تتوقعون أن هنالك اقتتالا داخليا سيحصل كما أشار الدكتور حامد الصراف؟ وما هي نتائج هذا الاقتتال على واقع الشعب العراقي؟ والاقتتال بدأ، يعني حقيقة حصل منذ بدأ ثورة تشرين، وعرفنا من يعني واضح من هم الأطراف التي قتلت 800 شهيد من ثورة تشرين، ومن ثم العدد الجرحى هي الأيادي الإيرانية المرتبطة بالميليشيات. والآن الاقتتال وارد جدا، لأنه الكل لديه القدرة العسكرية خارج حدود الدولة، والدولة لا وجود لها. وإلا لو كانت هناك دولة لكان الجيش تدخل الآن وحسم كل هذا الأمر. الجيش اليوم مصدر بيان الدخول في الاندارجين، وهذا يعني أنه سوف يكون طرف من أطراف هذا الصراع. وهناك جهات دولية تغذي الصراع، هذا الصراع لمصالحها كما أشار الدكتور حامد. الاقتتال احنا تنبأنا به منذ بداية الأزمة، لأن الكل خاسر،
فبالتالي يريدون كسب المصالح لحساب دماء الشعب العراقي والمتاجرة بالوطنية، وهذه الشعارات اللي يطلقها كل الأطراف حرصا على الوطن، هذا كله كلام كذب بكذب، والكل يعرف، الشعب العراقي الطفل اللي عمره سنتين يعرف هذا كلام كذب، لأنهم العميل الأجنبي لم يكن ولاؤه للعراق، من حمل السلاح دفاعا عن إيران 8 سنوات وهو يحكم العراق الآن لن يكون في يوم من الأيام قلبه يحمي العراق، وإنما يحمي المصالح الإيرانية، وإيران من مصلحتها الآن أن هذا الاقتتال. وبالمناسبة أنا يمكن أكثر من مرة على قناتكم الكريمة قلت أنه هناك تصفيات تريد إيران للذين خرجوا ضد الوجود الإيراني في العراق، وهم عدد كبير من الشعب العراقي، ولن تتم هذه العملية إلا من خلال الاقتتال التي تغذيه إيران لكي تنتقم من كل الأطراف بطريقتها الخاصة وبحماية أمريكية. نعم دكتور حامد، ألا تعتقد أنها فرصة سانحة للتيار الصدري ولأنصاره لفرض أمر واقع جديد واستغلال هذا الانهيار الأمني فعليا القصر الجمهوري بأيديهم؟ الحقيقة هذه إشارة واضحة أنه يعني مؤسسات، ما يسمى مؤسسات إذا سميناها دولة عراقية، يعني كأن تكون يعني السلطة التشريعية الآن معطلة، فانتهت كون أنه لا تمتلك حتى البناية تم مصادرتها، ويعني انتهت صلاحية مجلس النواب، والآن السلطة التنفيذية أيضا تمر بنفس الشيء، يعني وطبعا السلطة القضائية شفناها أيضا يعني تم توجيه ضربة أولية، وبالتالي تم إفراغها من محتواها كون أنه يعني سلطة قضائية غير محايدة، غير نزيهة، غير وطنية، والسلطات كلها رئاسة الجمهورية وغيرها الحقيقة يعني أفرغت من محتواها بشكل واضح. لذلك أنا أقول يعني لا توجد دولة، لا توجد حكومة، لا توجد سلطة تشريعية، لذلك احنا ذاهبون الى بديل اخر، بديل يجب ان يكون وطني، حتى ولو فرض على المجتمع الدولي، لابد انه نفكر بحكومة انقاذ وطني خارج كل العملية السياسية البائسة اللي مر بها الشعب العراقي، مثل ما ذكرت أنه أسباب كثيرة 20 سنة لم تجلب إلا الويلات والكوارث على الشعب العراقي. هذه الطبقة السياسية انتهى دورها، لا حياة لها، هذا النظام نظام المحاصصة المقيتة أيضا لم يجلب إلا الفقر والدمار على الشعب العراقي. لذلك أنا أقول نحن أيضا من منطلقنا احنا كأكاديميين كوطنيين عراقيين نضغط على كل الفصائل التي الحقيقة الآن تتشبث بالسلطة من خلال أولا تحشيد الشعب العراقي للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني، حكومة انتقالية لمدة سنتين، ثم المجتمع الدولي لما يحسم الوضع من الداخل محليا سوف يخضع الدول الإقليم وخصوصا أيضا الحاضنة العربية، إذا كان هناك دور إيجابي للدول العربية للجامعة العربية أن تؤيد فكرة قيام حكومة إنقاذ وطني انتقالية. نعم دكتور هلال، كيف يفهم قرار اعتزال صدر العمل السياسي؟ هل يمكن القول أنه جاء في ظل الضغوط أم أنه بداية لترتيبات جديدة؟ لا، الصدر هذه مو أول مرة يقرر قرارا مفاجئا وبعد يعود عنه، يعني صدر ليس له حقيقة قرار ثابت لأنه اعتزل العمل السياسي منذ أكثر من فترة وقال اعتزلت ولن أعود ومن ثم عاد، والتنشيط الساحة التيار الصدري الآن منذ خرج من بمفرده لأنه اعتزل العمل السياسي، مبادرة سياسية اللي أطلقها أمس أول أمس على أنه الكل يعتزل العمل السياسي وأنه كذا، هذا الكلام كله يناغي آمال الشعب العراقي بأنه حقيقة لا يوجد لديه خطة واضحة ماذا سيفعل. الأمر الآخر، نحن ما يطرح الآن من قبل كل الأطراف المشاركة بالعملية السياسية من أوراق تريد هذا الطرف أو الميل للطرف، نذكر الشعب العراقي بما ذهبت إليه القوى الوطنية في مؤتمر القاهرة عام 2005 عندما طرحت المشروع الوطني العراقي بحضور الجامعة العربية وقالت نحن نريد حكومة انتقالية تكون كذا وكذا وكذا، وتعتزل كل هذه الأحزاب اللي أتت مع المحتل تكون خارج العملية السياسية، ومن ثم
ندع لشعب العراق أن يقرر مصيره بشكل حقيقي وليس تحت حماية المحتل الأمريكي الذي حمى كل هذه الأطراف في إصلاحنا إلى هذا الوضع المأساوي الذي يقتتل به أبناء الشعب العراقي الواحد لمصلحة دول أخرى وليست لمصلحة العراق. لو كانت المصلحة الوطنية تحتم على من لديه أقل شعور بالوطنية أن الحفاظ على الدم العراقي في هذه الطريقة، لأنه إذا كانوا سياسيين وإذا كانوا أحزاب وإذا كانت مسميات، لكن الذي أتى تحت بصمار المحتل الأمريكي ويخدم الأجندة الإيرانية هذا لا وطنية له، وبالتالي كل ما يقوم به هو دور التنفيذ لما يؤمر به داخل العراق. التيار الصدر لن يعتزل العمل السياسي، لو اعتزل العمل السياسي لكان خيرا له مما أوصل العراق إليه، وهو مشارك بالعملية السياسية من ألف إلى باء ولا يزال. نعم دكتور هلال، في خبر ورد إلينا الآن من مصادر طبية، ارتفاع عدد القتلى من أنصار التيار الصدري إلى 10 أشخاص ونحو 200 جريح. أنتقل بالسؤال إلى الدكتور حامد. دكتور حامد، بعثت الأمم المتحدة تقول إن الدولة في العراق على المحك، هل كان إجراء انتخابات بهذا الشكل ودعمها من ينامي قرارا صائبا في وقت كان فيه الشارع يطالب بعدم مشاركة أقطاب العملية السياسية الذين كانوا متواجدين منذ عام 2003 وحتى موعد الانتخابات، وأن تكون أيضا ضمن رقابة أممية؟ لا، هو بالتأكيد القرار لم يكن موفقا، بدليل أنه تشخيصه ومطالعات بلاسخار يعني على مدى السنتين الأخيرة يعني أو منذ بداية ثورة تشرين المباركة في تشرين 2019. نعم. كان هناك تصور بأنه الوضع العراقي متأزم، يحكموا أمراء حرب، ميليشيات خارج السلطة، خارج القانون، خارج الدستور. الانتخابات أيضا حتى في 2018 لم تكن دستورية، لأنه المادة 9 جيم من الدستور تمنع يعني الترشح حتى منتسبين القوات المسلحة العراقية النظامية، فكيف هم زعماء ميليشيات يعني سيطروا على مجلس النواب وسيطروا على الحكومة وسيطروا على كل مرافق الدولة؟ لذلك هي هذه الخروقات واضحة بالدستور، لم تكن جديدة. يعني أيضا تكررت المسألة لما سقطت حكومة عادل عبد المهدي، وبلاسخر قدمت أيضا في وقتها مطالعة. المطالعة الأخيرة قبل أعتقد 2 أو 3 مع السيدة هنا أدوار قدمت أيضا في مجلس الأمن الدولي، كانت أيضا مطالعة تقترب تمس الواقع الحالي اللي نعيشه، أنه الوضع سائر إلى التأزم وواصل إلى حالة التصادم والاقتتال. لذلك المجتمع الدولي كان من ذاك الوقت عليه أن يلجأ إلى حل، هذا الحل واضح كان أمامنا، وإحنا اقترحنا في أكثر من فرصة وعلى قناتكم الموقرة، قلنا أنه لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطنية، حكومة طوارئ تلغي دور الميليشيات والفصائل المسلحة وتهيمن الدولة وتحصر السلاح بيد الدولة. لذلك هم أرادوا يعني التمادي في هذا الوضع، إيصال الوضع العراقي إلى هذا الحد. بقى أنه المجتمع الدولي، هل هناك ضغوط الآن؟ هذه فرصتهم الآن أن يجدون مبرر بأنه أمام مجلس الأمن الدولي ينتقل العراق لفترة معينة من المادة السادسة إلى المادة السابعة. يعني البند السابع يقول أن هناك فعلا يجب أن يكون هناك مراقبة متابعة، لأنه الوضع الأمني أو السلم الاجتماعي إذا فقد لم تسيطر عليه الحكومة ولا مؤسسات الدولة يكون من ضمن مهمات المجتمع الدولي، يعني أمم متحدة ومجلس أمن، هذا هو قانون. والاحتلال الأمريكي يتحمل هذه المسؤولية باعتبار أنه قبل 20 سنة هو اللي انتهك كل المواثيق الدولية. الأمريكان احتلوا العراق، غزوا العراق بدون موافقة المجلس الأمن، يعني هناك عدم شرعية باحتلال العراق، بغزو العراق. لذلك على المجتمع الدولي أن يضغط بهذا الاتجاه، مجلس الأمن يجب أن يبلور فكرة أنه يختار حكومة محايدة، حكومة مستقلة من التكنوقراط، من العسكريين الشرفاء الذين ممكن أن ينقلون العراق إلى بر الأمان خلال سنتين لتهيئة الانتخابات. نعم. دكتور هلال، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري قال إن ما يجري في بغداد لم يكن مفاجئا وسينتهي إلى لا شيء وستحصل توافقات، هل هذا يعني أن الأمور ستعود للهدوء؟ ما مبررات هذا الرأي؟
هذا الرأي وارد، لأنه نحن نخبر العملية السياسية وأطراف العملية السياسية ومن سوف يقود إلى هذا النهاية، لأنه بالنتيجة العملية السياسية صممت لخدمة إيران تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، وهذا واضح للكل. الآن هذا الصراع لمصلحة من؟ يعني إذا أردنا أن نسأل من المستفيد من هذا، هل المستفيد الشعب العراقي؟ بالنتيجة لا، المستفيد الأول والأخير هي إيران، وإيران ستقود الأمور باتجاه المصلحة الإيرانية، وسوف تعود الأمور بشكل أو بآخر بالترضيات أو بالإجبار أو بالإكراه، إذا ما لا سامح الله إذا كان إذا ما تطور الاقتتال التي تريده إيران إلى الحد الدموي الذي توعد به المالك الحرب على النجف وغيرها، وأنه كذا وكذا، هذا الأمر كله مخطط له. ولكن هل ستفضي إلى ما إذا ما ترك الشعب العراقي تسير كما هي؟ القول الفصل الآن للشعب العراقي عليه أن يتخذ قرارا جمعيا بأن يتخلص من هذه الطغمة بكل مسمياتها، وبالتالي أعتقد أنه إذا بقت الصراعات ما بين التيار الصدري وما بين الإطار التنسيقي بهذا الشكل سوف يتم التخريف أكثر وأكثر، وتسفك دماء من عراقية بريئة، يدمر العراق أكثر فأكثر، والمصلحة واضحة بأي اتجاه ستذهب. نعم دكتور حامد، إذا ما فعل مقتدى الصدر ذلك وكان يبغي أن يحصل على تنازلات من قبل الإطار التنسيقي وكانت هذه العملية اعتزاله العمل السياسي هي مناورة سياسية، فهل تتوقع أن يؤثر ذلك على شعبيته أم ستبقى مثل ما هي الآن ولديه أنصار يخرجون متى ما شاء ويرجعون متى ما شاء؟ الحقيقة الآن هناك مؤشرات، أنا يعني من خلال أيضا يعني جمعي لبعض المعلومات وردود أفعال، لأنه نعرف أنه القاعدة الشعبية للتيار الصدري هم من عوائل مسحوقة، من عوائل يعني الحقيقة تعيش على الكفاف الآن في عشوائيات، في مناطق شعبية لا فرص عمل، لا تعليم جيد، لا عناية صحية، لا أمن يعني مثل ما يرجوه الشعب العراقي أو أي فرد عراقي. لذلك هم عندهم الآن تصور أنه أنا سمعت حقيقة أنه السيد مقتدى الصدر الآن إذا تراجع فهو معناها انتحار سياسي، انتحار أيضا ديني، يعني تنتهي قضية دورة في الحياة الدينية والسياسية على يد أتباع قبل غيرهم. لذلك هذه القضية بالنسبة إلى الحقيقة إذا وقف منتصف الطريق فهو انتحار، أما إذا كمل فما راح يكمل وحده، لأنه هذه مطالب الشعب العراقي، وإحنا أيضا لا ننكر بأنه هؤلاء أيضا أبنائنا، أبناء الشعب العراقي لم يأتوا من المريخ، لم يأتوا من كوكب آخر، هم يعانون كما يعاني الشعب العراقي برمته الآن. الشعب العراقي الآن يفتقد إلى الأمان، يفتقد إلى السلام، السلم الاجتماعي، يفتقد إلى الاستقلالية، يفتقد إلى الهوية العراقية، إلى التعليم الجيد، إلى العناية الصحية، إلى التأمين الصحي. لذلك أنا أقول هذه القضية الحقيقة فرصة للشعب العراقي أنه أن ينقذ الوضع بغض النظر، وطبعا فعل حسنا يعني السيد مقتدى الصدر أنه اعتزل الحياة وانكفأ الآن، وهذه أيضا مبادرة أو تكتيك الحقيقة معقول إلى حد ما، رمى الكرة في ملعب الشعب العراقي، تعالوا أنتوا الآن ثوروا على هذه الطبقة. إذا كان صادقا في هذا المجال يعني المجال مفتوحا أمام الشعب العراقي، هو اللي يقرر. هاي ثورة عراقيين، والساحة هي ساحة للعراقيين، ليست ساحة للتيار الصدري أو للإطار التنسيقي أو لإيران فقط أو لأمريكا. الحقيقة هذه أرض عراقية، هذا بلدنا، إحنا أولى به الآن من استعادته بتضحياتنا. يعني الآن حتى شهداء التيار الصدري هم شهداء عراقيون مهما يكونون. لذلك أنا أقول علينا أنه إحنا نتوجه بشكل واضح كتشرينيين، كأكاديميين، كمثقفين، كوطنيين عراقيين، أنه فعلا نجمع الصف الوطني، نرص صفوفنا من أجل الانقضاض على هذه الطبقة السياسية الطغمة برمتها، ونغير تغيير هادئ إلى أن فعلا تفرز بشكل واضح من هو خدم المحتل وأذنابه، ومن هو الذي يصف إلى جانب الشعب العراقي خلال المرحلة القادمة. طيب دكتور هلال، يعني الآن
في خبر عاجل أكدته وكالة رويترز أن أنصار التيار الصدري قاموا بإغلاق مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة. إذا ما نظرنا إلى تسارع الأمور فهم مسيطرون على القصر الجمهوري، على مبنى البرلمان، دخلوا إلى المنطقة الخضراء، الأمم المتحدة تخرج، السفارات تخرج بعثاتها الدبلوماسية. اليوم هنالك إغلاق لميناء رئيسي في العراق وهو حيوي لاقتصاد البلد. هل يمكن أن نسمي ما يحصل الآن هو انقلابا سياسيا؟ وماذا بقي لتكامل أركان هذا الانقلاب إذا ما كان هذا صحيحا؟ هو حقيقة الأمر أنه الوضع مؤزم متأزم، والتيار الصدري مخطط لهذا العملية، وهناك أطراف حقيقة ستدخل على هذا الصراع. ومن المتوقع انهيار، هو الدولة منهارة أصلا لما تكون هناك الميليشيات تفرض إرادتها على الجيش وعلى الأمن وعلى الشرطة وهي التي تقرر، إذا لا وجود للدولة. فبالتالي الآن الصراعات المسلحة وصراعات ما بين هذه الأطراف، من سيسيطر على ماذا؟ طبعا اللي سيطر على ميناء أم قصر وخنق العراق اقتصاديا، وهو حقيقة محور اقتصادي مهم جدا، حقيقة سوف تكون له تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة على الشعب العراقي. وهذه هذه الأمور أنه هناك تخطيط شامل لما يجري في الأيام القادمة سوف تكون المفاجآت أكبر، وأعتقد هو هذا جزء من التصعيد الذي أخذه التيار الصدري لحماية وضعه وللسيطرة على كل مفاصل الدولة بشكل أو بآخر. نعم دكتور حامد، ما يحصل اليوم في العراق يذكر ما حصل في لبنان في تسعينيات القرن الماضي، لكن الشعب والمتحللين والمراقبين متخوفون من حدوث اقتتال داخلي ومن ثم حربا داخلية في العراق قد تأكل الأخضر مع اليابس. هل هذا السيناريو وارد اليوم؟ جزئيا يعني نسبيا وارد، أنه الاقتتال بحد ذاته هو شيء مرفوض، لأنه لا 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 يمكن لأي شعب، لا يمكن لأي مجاميع بشرية أن ترحب باقتتال حتى ولو كان بهم فصيليا، لأنه سوف يعني الشظايا تمس الأبرياء من الناس، هذا غير مقبول، خصوصا أنه المناطق التي سوف يحدث فيها هذا التصادم المسلح مناطق شعبية بها كثافة سكانية عالية، يعني كانت تكون مثلا في بغداد، في مدينة الثورة، الصدر، الشعلة، الحرية، غيرها، في البصرة إذا كان هناك فعلا أكو يعني غلق الآن للموانئ ولحقول النفط، هذا أيضا تأثيره كبير على الشريان، رغم أنه الهدف منه، أنا عندي تعليق على هذا الموضوع، الهدف منه هو إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي وخصوصا إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي من أنه المساس بالنفط وإنتاج النفط وتصدير النفط العراقي سوف يرفع أسعار البترول اللي هي أساسا مرتفعة الآن وتمس الاقتصاديات الغربية أكثر من غيرها، هذه إشارة مهمة يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب العراقي، إذا كان هذه هي الرسالة التي أريد منها يعني أن تصل إلى المجتمع الدولي. الاقتتال مرفوض جملة وتفصيلة، لأنه لا يمكن أن يكون إلا ضحايا من أبناء شعبنا، بالرغم من أنه طبعا هم يعني مقاتلين ممكن يكونون أيضا اختراقات أمنية من قبل إيران، أرسلت من الحرس الثوري، أرسلت من الإطلاعات، من الأجهزة الأمنية، من المخابرات، هذا أيضا وارد. لذلك أنا أقول القناصين اللي أيضا قدمنا إحنا شهداء كواكب من الشهداء في ثورة تشرين كانوا قناصين ليسوا عراقيون، يعني هذه ليسوا بالعراقيين، يعني أنا أقول أنه هذه المسألة أيضا بها محاذير كبيرة، إحنا نحاول جهد الإمكان ونقول بردا وسلاما على بلدنا أنه نجنب الشعب العراقي هذا الاقتتال، لأنه لا يمكن أن تكون الضحايا إلا من صفوف أبنائنا من ممتلكاتهم، على أساس أنه بالفعل هؤلاء يجب أن يتم فضحهم أولا، اثنين يجب محاسبتهم، يجب أن تلعب القوات المسلحة العراقية من الضباط الشرفاء أن يلعبون دور مهم إيجابي إلى جانب الشعب العراقي، ومن هذا المنطلق نناشد
القوات المسلحه الوطنيه الذين لم تتلطخ اياديهم لا بالدم العراقي ولا بالسحت الحرام، ان يكون هناك موقفهم الان في هذه القضيه موقف حاسم، ان يحسبوا يصفون الى جانب الشعب العراقي لانقاذ بلدنا مما يتربص به الاعداء اذا كانوا من ايران واذا كان امريكان وغيرهم. هذا هو اللي الحقيقه نريده، ونجنب شعبنا تهلكه الاقتتال الداخلي. طيب دكتور هلال، جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها لما يحدث أو لما يجري في العراق اليوم، وتدعو الأطراف المتصارعة إلى الحوار. أين كانت جامعة الدول العربية طوال عقدين من الزمن قتل فيها الكثير من العراقيين على يد نفس الأطراف التي تدعوهم اليوم إلى الحوار؟ الجامعة العربية لا حياة لها، وتعذرني وتسمح لي اسمح لي لا حياة لها، لأن أولا الجامعة العربية التي أيدت حكومة أتى بها المحتل الأمريكي، وكانت لنا حوارات مع أطراف الجامعة العربية أملا في أن تأخذ دورا كما ميثاق الجامعة العربية، لكنها آثرت أن تكون خادما للمحتل الأمريكي وطائعا له. قلق الجامعة العربية لن يزيد الشعب العراقي شيئا، ولا يتدخل الجامعة العربية إلا بما تؤمر به. الجامعة العربية فقدت مصداقيتها منذ الاحتلال، والشعب العراقي بات لا يحترم أي من أطراف الجامعة العربية التي تنفذ أجندات خارجية لا تمت حتى للعروبة ولا للإسلام بشيء. الشعب العراقي عانى ما عانى من ويلات واقتتال وتشريد، والمحتل الأمريكي فعل الأعاجيب بالشعب العراقي، والجامعة العربية لا زالت تعلن عن قلقها. هذا الكلام حقيقة يعني نحن لا 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 نضع له حملا ولا نضع له أهمية، لأن الجامعة العربية لا أهمية لها في الواقع العراقي. ونحن خلال عقدين من الزمن لم تكن الجامعة العربية موفقة في ما سعت إليه بشكل صحيح، وإنما عليها أن تنكر الاحتلال وحكومة الاحتلال منذ البداية، وهذا ميثاق الجامعة العربية. العراق احتل من قبل دولة أجنبية خارج حدود الأمم المتحدة، والجامعة العربية أيدت الاحتلال وتعاملت مع الاحتلال ومع حكومات التي أتى بها المحتل، وهذا يناقض ميثاق الجامعة الدول العربية قلبا وقالبا. فبالتالي الجامعة العربية غير مسؤولة عن العراق، ولا يهمها وضع العراق إلا من خلال الإعلام، يعني وإعلامهم خجل أصلا، يعني لن تتدخل الجامعة العربية أكثر منها، ولن نتوقع منها أكثر من هذا حقيقة. دكتور حامد، الآن أنباء عن يعني انتشار عناصر ميليشيا السرايا في كافة أرجاء العاصمة وعدة محافظات أخرى، وأشار الإطار التنسيقي إلى أنه مع الدولة في بيان نشره مؤخرا. هل هذا يعني أن أنصار التيار الصدري خارج نطاق الدولة، وبالتالي مباح قتلهم وقمعهم بالقوة والسلاح بحسب مراقبين؟ هو شوف الوضع هذا، لما نقول اقتتال ونريد نتجنب شعبنا الاقتتال، يعني معناها احنا وصلنا الى أسوأ ما يمكن ان نتخيله من احتمالات، هو غياب الدولة. لو كان هناك دولة وكان هناك مؤسسات عسكرية نظامية وطنية شريفة ملتزمة بكل الثوابت الوطنية، لما وصل الوضع العراقي الى ما وصل اليه الان. حقيقة لا توجد دولة، حتى يعني ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء لا يمارس هذه القضية إلا إعلاميا. لو كان هناك فعلا دولة كان أول ما يعني أكد عليه وتعهد به مصطفى الكاظمي هو حل الميليشيات، السيطرة على الوضع الأمني، محاربة الفساد. أين الآن أكثر من سنتين يعني في هذا المضمار لم يفعل شيئا. الميليشيات تمددت، الحشد الشعبي يعني اخذ اكثر من حجمه، يعني والقياده واضح جدا انه مرتهنه لاوامر ولائيه، والقاعده والميليشيات الاخرى اللي ايضا تنتمي الى الحشد نفسه اللي هي منتظمه بشكل واضح تحت مظله القانون والدستور ومجلس النواب تفعل ما تشاء، يعني لذلك خارج سلطة الدولة. فلا هي قادرة الحكومة أو القوات المسلحة قادرة على تقمع هذه التجاوزات والخروقات،
ولا هي تستطيع أن تحمي نفسها. لذلك أنا شفنا اليوم يعني المشهد واضح جدا أنه القوات المسلحة تقف وسطا بين المتظاهرين السلميين نقدر نقول بين قوسين، ويعني الرماة أو القناصة اللي تابعين للحشد الشعبي. إذن أين دور الدولة في هذه القضية؟ إذا كان هناك تظاهرات سلمية فعلى الدولة كان حماية هذه التظاهرات وتجريد أي احتمال، يعني إبعاد أي احتمال لاستخدام السلاح خارج سلطة القانون والدولة. لذلك لا توجد دولة أولا. اثنين، يعني للأسف الشديد يعني من يحكم الآن، من يمتلك سلطة القرار اللي هو أعلى من سلطة قرار رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هم زعماء الميليشيات الآن. لذلك واضح جدا هم من أتوا به من رحم الطبقة السياسية الفاسدة، هم اللي نصبوه كرئيس وزراء، وهذه هي هذه مأساة الكبرى للعراق. لذلك احنا لما ننشد الآن إلى تشكيل حكومة قائد وطني، أول شيء على 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 عاتق الحكومة هذه حكومة الإنقاذ الوطني هي تجريد هذه الميليشيات من السلاح، حل قانونا وايضا حصر السلاح بيد الدوله حتى نخلق امن وسلم اجتماعي. هذا هو المطلوب الان، لكن للاسف الشديد يعني لا حياء لمن تنادي كما يقول. دكتور هلال، انصار التيار الصدري يقومون باحراق صور قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، هل هنالك رساله يريد مقتدى الصدر ايصالها الى جهه معينه؟ فالسؤال، من هي هذه الجهه وما هي فحوى الرساله التي يريد ايصالها؟ أول رسالة واضحة وجهة واضحة، لأنه نتيجة الضغط على الحائري للتنحي، وهذا هو أعتقد هي هذا الفحوى الأساسية. وإلا منذ البداية التيار الصدري ليس له مشكلة مع إيران منذ تأسيسه كتيار بعد العملية السياسية، وإيران كانت تدعم التيار الصدري بشكل أو بآخر كما تدعم المالكي بحدود. الرسالة وأعتقد بهذا الإطار، وإلا أين كان قاسم سليماني؟ أين كان التيار الصدري وسرى سلام قاسم سليماني والمهندس عندما كانوا يقاتلون تحت رايتهم ودمروا مناطق الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة، وهذه المناطق أحرقت بكاملها؟ وعودة إلى أنه القوة العسكرية، لماذا تحركت قوى العسكرية في زمان الثورة انتفاضة الشعب العراقي في المحافظات الستة وتم تحريك الجيش على هذه الساحات وهي تطالب بمطالب لم تدخل البرلمان ولم تدخل بغداد ولم تدخل القصر الجمهوري ولم تحتل مدينة، وإنما كانت خارج المدن وتم تحريك الجيش وتم تدمير مدن بأكملها. لماذا هذه يحرك عليها الجيش، ولماذا لم يحرك الجيش على الميليشيات التي تقتل المواطنين الذين يتظاهرون بدون سلاح بغض النظر عن ما هو موقفنا من هذا الطرف أو ذاك؟ ولكن القانون يحمل المتظاهرين، الدولة تظاهرات حق مقفول للمواطن العراقي، وعلى الدولة حسب الدستور الأعور اللي هم يحكمون به حماية المتظاهرين. لماذا لم تقوم الدولة بحماية المتظاهرين؟ إذن هناك لا دولة كما تفضل الأخ حامد، ونحن قلنا أنه لا توجد سلطة للدولة عندما تقوم الميليشيات باستعراض عسكري داخل بغداد وتقوم بإخراج أحد المجرمين الذين تم القبض عليهم من قبل القضاء وتخرجه عنوة. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا في هذه التغطية عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. وأيضا أتوجه بالشكر إلى الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر سكاي في هذه التغطية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. مشاهدينا الكرام، وفي آخر الأخبار العاجلة التي وردت إلينا الآن، ارتفعت حصيلة القتلى في أنصار التيار الصدري إلى 12 قتيلا و200 جريح تقريبا في آخر إحصائية وردت إلينا. الأمور متصاعدة والأخبار متزايدة، تابعونا في نشراتنا المقبلة وفي تغطياتنا القادمة لمعرفة المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.